حيول اجل مغمرات يا حي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل. الشوط المهجنات الأصايل الحول تعلن انطلاقته مشاهدينا الكرام، ونسير وياكم إلى مقدمة الشوط ونتابع اللي قادت المسيرة شديدة للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري، نغلة من شديدة إلى المركز الثاني. المركز الثاني شخصية مبارك بن محمد بن نصرة العامري، نقلة من شخصية إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث وصفة لسيف بن جعفر بن مرخان. هكذا النداء مشاهدين الكرام للثلاث الأسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط. نعود وياكم إلى المقدمة، نعود وياكم إلى صدارة الشوط، ونتابع شخصية المملوك المبارك بن محمد بن نصرة العامري، هو من يقدم شخصية على المركز الأول. مشاهدينا الكرام، لا زالت الامور تسير لصانع شديدة مسيطرة على المركز الاول للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري. منذ لحظات فاز بنوف، وها هو يسيطر بشديدة في المهجنات الاصايل، يضيف النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. اذا فازت شديدة للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري على المقدمة وعلى الصدارة، المركز الثاني تتواجد شخصية مبارك بن محمد بن نصرة العامري، موقعها المركز الثاني. نقلة إلى المركز الثالث، المركز الثالث تتواجد وصفة سيف بن جعفر بن مرخان. هكذا الندى مشاهدين الكرام للمراكز الثلاثة الأولى المشاركة في هذا الشوط. نعود وياكم إلى المقدمة، نعود وياكم إلى صدارة الشوط، ونتابع هذا الرقص المميز، هذا الرقص المميز اللي تقدمه شديدة مسيطرة شديدة على المركز الأول، السيطرة التامة منذ البداية وحتى هذه اللحظات للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري. يا سلام، تبقت لدينا شوطين من الزمول المحليات والمهجنات، وينتهي سباق صباحي هذا اليوم. لأنكم تابعتوا أشواط الثنايا الأربعة، شوطين للبكار وشوطين للقعدان، وشوط الحول انتهى منذ لحظات وتسجل باسم هذا الشعار عن طريق نوف. نوف قدمت كل ما فيه الكفاية وهدت الفوز والناموس للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض
ركاب العامري، أما شوط المهجنات شديدة ترسم نفس الخطأ وتسيطر السيطرة الواضحة كل الوضوح للشيخ ركاب بن محمد بن ركاب العامري، وتشارف إلى نهاية الثلاثة كيلو متر، ويتبقى لديها ثلاثة كيلو متر أخيرة تفصلها عن خط النهاية كتهدي الفوز والناموس لرعى سمحة إذا فازت بالمركز الأول. أما شخصية موقعها المركز الثاني مبارك بن محمد بن نصرة العامري يقدم شخصية، يأتي بشخصية وموقعها الثاني، إذا وصلنا المركز الثالث نجد في المركز الثالث وصفة سيف بن جعفر بن مرخان، ونبارك له اليوم بالفوز في عاصمة الميادين، فاز وسجل نقطة وهو يسعى يسجل الحضور المميز على أرضية ميدان الساد في صباح هذا اليوم. متمنين التوفيق للجميع، متمنين التوفيق للجميع. وهذه شديدة 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 للشيخ ركاب بن محمد بن ركاب العامري، مقدم شديدة، مسيطر بشديدة على المركز الأول، على الصدارة، على المقدمة شديدة، على المقدمة شديدة، ترقص الرقص المميز، الرقص المميز، يلا يا شديدة، 2500 متر عن خط النهاية، وشديدة على الصدارة، شديدة على المقدمة للشيخ ركاب بن محمد بن ركاب العامري. الثانية شخصية، شخصية مبارك بن محمد بن نصر العامري، مع شخصية، مع شخصية موقعها المركز الثاني، تغترب شخصية، يا سلام يا سلام، اغتراب كتمثل الخطر على هذا الشعار. الثالثة وصفة سيف بن جعفر بن مرخان على المركز الثالث، هكذا النداء، هكذا المسار، هكذا المسار لثلاث الحول المهجنات الأصائل، ما بين هنا المنافسة، ما بين هنا المنافسة. وهذه لوحة الاثنين كيلو مترات نغادرها بقيادة شديدة، بقيادة شديدة للشيخ ركاب بن محمد بن ركاب العامري، شديدة شديدة، مسيطرة شديدة على المركز الأول، السيطرة التامة، السيطرة التامة حتى هذه اللحظات بدون أي تعليمات تذكر ولا شبه أوامر تذكر حتى هذه اللحظات. رقص، رقص على أرضية ميدان الساد للحول المهجنات الأصائل، يا سلام يا سلام، المنافسة ما بين شديدة وما بين شخصية، أما وصفة تهجم في اللحظات الأخيرة هذا شيء وارد، لأنها المسافة 1600 تفصلنا عن خط النهاية. هكذا المسار، هكذا المسار، يا سلام يا سلام، نغترب من بوابة 1500 وفي هذه اللحظات نغادرها بقيادة شديدة. سيل الشيخ ركاب بن محمد بن ركاب العامري، شخصية بدأت ترفع راية الخطورة، يلا يا شخصية، يلا يا شخصية، في المركز الثاني، في المركز الثاني، المركز الثالث بعيد عنا شوي اللي هي وصفة سيف بن جعفر بن مرخان، الاغتراب من بوابة 1200 متر بقيادة شديدة، بقيادة شديدة للشيخ ركاب بن محمد بن ركاب العامري، مسيطرة على المركز الأول، السيطرة التامة حتى هذه اللحظات. لا سلام يا سلام يا سلام، الثاني شخصية، شخصية ترفع راية الخطورة، مبارك بن محمد بن نصر العامري، والكيلو المتر الأخير، كيلو الامتحان، كيلو الامتحان، تكرم الأصائل فيه أو تهان. هذا الكيلو، هذا الكيلو، غيرت شديدة، سيطرت شديدة، لكن الهجوم وارد من شخصية، الهجوم وارد من شخصية، يا سلام. في المركز الثاني مبارك بن محمد بن نصر العامري، زادت سرعة الحول المهجنات الأصائل، والأوامر لم تبدأ، وشخصية، وشخصية، ولا شديدة، شديدة 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 حتى هذه اللحظات، شخصية رافع راية الخطورة، يا سلام. الستة كيلو مترات شرفت إلى الانتهاء، والشيخ ركاب بن محمد بن ركاب العامري يقدم شديدة بهذا المستوى المميز. تهانينا للمرة الثانية، تهانينا للمرة الثانية على التوالي للشيخ ركاب بن محمد بن ركاب العامري، ونبارك له على فوز شديدة بالمركز الأول، وما شاء الله تبارك الرحمن، يا سلام
بدأ الاستعراض المميز من جديدة، وشخصية بدأت تهجم، شخصية بدأت تهجم. مبارك بن محمد بن نصر العامري، لكن جديدة راحت بالشوط، راحت بالشوط شديدة، وشخصية تغترب. مبارك بن محمد بن نصر العامري، اللحظات الأخيرة شديدة شديدة، شخصية شديدة. تهانينا والناموس للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض، أو شخصية لها كلام آخر. يا سلام، شديدة تنزع المركز الأول للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض، ومشكور يا بدران على هذه المتابعة المميزة لشديدة للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري. الثانية لشخصية حق مبارك بن محمد بن نصر، الثالثة وصفة لسيف بن جعفر بن مرخان، وشديدة تسجل 9:56 ثانية. تهانينا للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض على فوز شديدة ونوف بالمركزين الأولين في المحليات وفي المهجنات. تهانينا ومشكور يا بدر يا بن ناصر الهاشمي المتابع لهذا الشعار.